السنوات. إن إطلاق وتدشين هذه الحملة لمئة حكاية إنسانية من اليمن تزامناً مع الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو لمطالبة المجتمع الدولي والذي تقع على عاتقه مسؤولية وقف الجرائم والانتهاكات التي تتنافى والمبادئ والمرجعيات الدولية والتي تلتزم بتحقيق الحماية للمدنيين العزل أثناء الحرب والصراع. تطلقها بلسان وحال الضحايا وأسرهم تتلخص في مطلب وحيد وهو إيقاف الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وإخضاع مرتكبي هذه الجرائم للعقاب وإنصاف الضحايا المدنيين وخصوصا من الأطفال والنساء. الأعزاء والعزيزات جميعا، يجب أن يعلم العالم أن الميليشيا الحوثية تمارس كافة الجرائم والانتهاكات المجرمة دوليا والمنافية للتعاليم السماوية والتشريعات والمرجعيات الأممية، وبما في ذلك التصفية الجسدية والإعدام خارج إطار القانون وزراعة الألغام في المناطق السكنية والمدن والتعذيب والتهجير القسري والإخفاء أيضا القسري وتدمير ومهاجمة الأعيان المدنية وحصار المدن المأهولة بالسكان وعمليات قنص المدنيين بشكل يومي وتفجير المنازل واستهداف المنازل المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والكاتيوشا والقذائف ما نتج عنه قتل الأطفال والنساء. ميليشيا جرائم وحشية تجاه الأقليات الدينية والعرقية كالبهائيين، كذلك ما ارتكبته من قتل ومن جريمة قتل وتصفية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ونكلت أيضا بقيادات المؤتمر الشعبي العام وصادرت جميع مقراته، وأيضا باللاجئين مارست الكثير من الممارسات حتى ضد اللاجئين من مثلا من الصوماليين ومحاولتها المستمرة لطمس الهوية اليمنية وتعتبر وأيضا من الجرائم أيضا التي مارستها الميليشيا الحوثية تغيير المعتقدات تحت سطوة السلاح والعنف. صوت الضحايا إلى العالم والحشد والمناصرة للضحايا وندعوكم للاصطفاف من أجل إيقاف هذه الجرائم والانتهاكات. أرفع أيضا مرة أخرى هذه المناشدة على لسان الضحايا من أجل المناصرة والحشد لإنصافهم كونهم كانت لديهم الكثير من الأحلام والطموحات، وكنت أتمنى أن يحضر مجموعة من الضحايا ولكن لظروف وإمكانيات المؤسسة كوننا قمنا بالكثير من الأعمال الطوعية ولم نستطع أصلاً إيصالهم بأنفسهم، والبعض منهم سجلنا فيديوهات ليتم عرضها على ألسنتهم بشكل مباشر إلى جانب أيضاً ما تم إعداده.